الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بمشيئة الله عز وجل تتسلم مديرية أوقاف الأليوبية اليوم الأحد الموافق 30/8/2020 الدفعة السابعة من لحوم الأضاحي وقدرها 4 طن، ليصل إجمالي ما تسلمته المديرية 21 طن تم تسليمها بالكامل إلى الإدارات الفرعية تمهيدا لتوزيعها على الأماكن الأكثر خطرا وأشد احتياجا، وعلى الأسر الأولى بالرعاية بكل احترام وتكريم. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجزي القائمين على هذا المشروع خير الجزاء، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. تم بحمد الله تعالى اليوم الموافق الأحد الموافق 30/8/2020 وصول الرسالة الخامسة إلى مديرية أوقاف المنوفية وتحمل 4 طن، وإجمالي ما تم وصوله إلى المديرية حتى الآن 15 طن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إنه في يوم الأحد الموافق 30/8/2020 تم استلام 3 طن من لحوم صكوك الأضاحي، وبذلك يكون مجموع ما وصل إلى مديرية أوقاف الجيزة 23 طنا، يتم توزيعها حسب توجيهات معالي السيد الدكتور وزير على الأسر الأولى بالرعاية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة الأحد الموافق 30/8/2020 استلمت مديرية أوقاف القاهرة 3 طن، سيتم توزيع هذه اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية والعناية. كل إدارة من الإدارات تأخذ كمية، يعني معنا النهاردة 8 إدارات، كل إدارة تأخذ كمية من الحصة اليوم، وهذا ضمن مشروع صكوك الأضاحي الذي تتبناه وزارة الأوقاف تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحمد الله وتوفيقه تسلمت اليوم الأحد 30/8 مديرية أوقاف الإسماعيلية 3 طن من اللحوم صكوك الأضاحي، ليتم ما تم تسليمه لمديرية أوقاف الإسماعيلية حتى اليوم 13 طن لتوزيعها على الإدارات الفرعية والمساجد الكبرى، ليتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية. جعل هذا العمل في ميزان حسنات الجميع، وحفظ الله مصر من كل شر ومكروه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.